حنايا الحمد لله سيدنا راه ماشي ملك المغرب، راه ملك المغرب وملك افريقيا كلها. وكنفطر السلام عليكم اخويا، هذاك خينا قيسي هذاك الشيء اللي دار استقبل هذاك خينا ديال الجمهوريه الصحراويه المزعومه، ماشي معقول. واستفزاز للمغاربه كلهم بصفه عامه، وتنتمنى المغرب ان شاء الله راه ديما القدام، وما كاين لا يعلى عليه الا الحق سبحانه، والله ينصر سيدنا. وحنا مع الشعب المغربي، وحنا مغاربه حرار في الداخل وفي الخارج، ياك سمعتي حنا مع سيدنا. وهاد الخطوه من المغرب صحاب السفير ديالو من تونس، هذه حاجه مهمه لينا حنا وافتخار للشعب المغربي، وحنا كنفتخروا وكنعتزوا ببلادنا وبسيدنا الله ينصرو. وكاع اللي بغى يدير صبعو على المغرب راه غادي تقطع عليه داك الصبع. حنا باش تجي واحد دويله صغيره قد سيدي يوسف بن علي، عندنا حومه في مراكش سيدي سميتها سيدي يوسف بن علي، وتجي تستنزف المغرب كامل المغاربه، ماشي معقول. وحنا هذيك الدوله ملي استقبلات هذاك ديال الدوله المزعومه اللي ما كتعترف بها حتى شي دوله، حنايا الحمد لله سيدنا راه ماشي ملك المغرب، راه ملك المغرب وملك افريقيا كلها. وكنفتخروا بسيدنا وبالخدمات اللي دار سيدنا لا في افريقيا ولا داخل الوطن ولا خارج الوطن، ياك سمعتي. نعم سيدي، وهذا الشيء اللي دار هذاك قيسي راه ما يديروش انسان عاقل، انسان عاقل راه ما يديرش هذاك الشيء اللي دار هذاك خيسي. فايل جمعوي جمعيه عربه مجرب الخيول كلشي بمدينه مراكش. حنا في هاد القمة اللي كاينة الثامنة في كاد في تونس، اللي مع تونس وقاموا بهاد الحركة اللي هي غير قانونية، وخصوصا المغرب اللي هو أخ وصديق ديال الدول العربية وديال إفريقيا كاملها. ولكن هاد الحركة اللي داروا طلبوا الرئيس اللي هو نصاب ومحتال ولا يساوي عندنا شيء وغير مقبول ومرفوض، ومشى طلبوا باش يجيكم في المؤتمر. حنا هاد المشكل تونس لا شيء بالنسبة لنا، حنا تونس اش حاجة بسيطة عندنا حنايا، ولكن ملي وصل هاد الدرجة هذه وجلالة الملك تيقوم أدوار كثيرة ناحيتهم وتيدير مشاريع كثيرة وكيهتم بالدول العربية أكثر من إفريقيا، واللي هو عضو وهو الأب ديال إفريقيا كاملة ومعترف بالدول العربية كاملة، حتى جينا لهاد النقطة هذه داروها. فحنا كنرفضوا هذاك الرئيس وكل من ساهم معاه باش يجي هذاك الكلب اللي ما يسوى ما يصلح ما عندنا ما تيسوى حتى شي حاجة. وحنا كنا نيابة على جميع سائق العربة مجرم في مدينة مراكش، حنا كنرفضوا وكنستنكروا هذا الشيء اللي قام به هذا الرئيس، وهذا ليس برئيس، هذا ما تيستحق عندنا والو وما نشوفوش وما عنده ميزيلات. والمغرب حنا عاش الملك والشعب المغربي كله يد في يد متحد، وكلنا راه تيعرف المغاربه كلهم امنوا كلهم متحدين وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. حنا مستعدين اي تدخل وما يجيش لبلادنا وما نشوفوش، ما عندنا من جنوبي رافضينه بتاتا. وعاش الشعب المغربي وعاش جلاله الملك وعاش الحكومه، وحنا راه يد في يد وراء صاحب الجلاله، جنود مجندين ما تيهمنا حتى شي واحد، الموت بالروح بالدم وراء صاحب الجلاله. السلام عليكم. حنا كاصحاب العربه المجروره بالخيول كلشي بمدينه مراكش كنصدقوا تندبوا بهذاك العمل اللي قام به الرئيس دوله تونس الشقيقه، وتنقول انه استقبل الرئيس الجمهوريه ما يدعى بالجمهوريه الوهميه بوليزاريو، وتنقول له المغرب كبير أبى من أبى وكره من كره، والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وبغيتي أنت ولا كرهتي أنت وجميع الحاقدين والمغيارين، وأن الرئيس ماكرون تعامل بالدبلوماسية خير منك اللي هو فرنسي بعيد علينا الحدود وماشي شقيق وماشي عربي، وتعامل بالدبلوماسية في الاستقبال اللي استقبلوا في البلاد ديالو، وانت تعاملتي بانه سميتو بيتي المغرب خرج ليه قود، وراه المغرب قاد بيك وبكثر منك ودول عظمى، وراه جات عند المغرب وطلبات منه السماحة اللي هي راه كلشي راه تيتشاد تيشاهدوا العالم ان راه سبقوك الناس الاولين، وراه العقوبة ليك. اعتقد انه قرار سياسي ارعن
هذا أقل ما يمكن أن يقال في هذا القرار بالنظر إلى مواقف المغرب طيلة 60 سنة الأخيرة في محطات كثيرة تاريخية. الملك دائما أو المغرب بالأحرى دائما كان إلى جانب تونس في كل محنها السياسية والاقتصادية، لعل آخرها الجائحة. المغرب أبدى يعني مشاعر التضامن مع تونس في مواقف سياسية، مواقف اقتصادية، مواقف وبائية إنجاز التعبير. وأعتقد أن هذا الاستقبال دليل على نقص حاد في اللياقة وفي الدبلوماسية فيما يخص رئيس الدولة. حتى لا نظلم الشعب التونسي، لأنه لاحظنا ردود أفعال مناوئة من الجانب التونسي من عدة منظمات ومن المجتمع المدني لم تحبب، وكانت صريحة في مواقفها وعبرت عن استيائها وعن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الدبلوماسية السياسية في شخص رئيسها. بكل موضوعية يعني رأيي أنا تنشوف باللي احنا الشعب التونسي شعب أخ كيف ما هو الشعب الجزائري، وخاصة الشعوب كاملة تكون متحدة ومتفقة، وشي حاجة اللي كتضر الآخر ما تكونش. إذا رئيس تونسي دار واحد غرض كبير بالنسبة للمغرب، وغرض كبير يعني بحال تقول فو تكنيك، غرض تقني. عندنا علاقات مزيانة معهم، و تيدير واحد الغلط حتى 2022 حشومة. تنظنش حنا المغرب يقدر يدير شي خطأ بحال هكا معاهم. حنا ديما كنا حالين البيبان ديالنا و كنتفاوضو معاهم و حباب. دونك هاد الغلط تيخلي الواحد يراجع شوية الحسابات باش يولي عاوتاني حتى هو موضوعي في المعاملات. هذا قرار شيء منتظر. تونس عارفين في أزمة مادية خانقة، أزمة سياسية ودبلوماسية. تونس معروف عليها منذ الأزل أنها تتبع الجزائر في وجهة النظر السياسية ديالها، ومعتمدة عليها في الدعم ديالها من ناحية القرض العادي، أن خذت قرض 8 مليون دولار مؤخرا، دابا طالبة قرض ثاني من طرف الجزائر. عادي أنها تستقبل الجمهورية الوهمية لإرضاء الكبرانات وإرضاء دولة القراقبة. شوف، لا النقابيين لا حتى بالنسبة للسياسيين المفكرين التونسيين، ونذكروا على رأسهم صالح سعيد اللي هو مثقف كبير، هما كلهم يعلمون جيدا أن مصلحة تونس الآن في اتباع المملكة المغربية والتطور الاقتصادي للمملكة المغربية. ولكن بالرغم من ذلك الرئيس عنده النظر ديالو، عنده الضغوطات السياسية والدبلوماسية اللي تتعرض عليه الجزائر. بالتالي مسألة عادية منتظرة، شيء منتظرة من تونس كهو منتظر من جنوب افريقيا او الدول الداعمة للجزائر منذ الازل. ولكن هذا شوف بالنظري انا تونس قدات واحد الدعم كبير، نسات الموقف الشريف اللي قام بها جلالة الملك نصر الله حفظه لنا وش الله يشافيه، الوقفة اللي وقف معهم في شارع بورقيبة لدعم السياحة ودعم الثقافة التونسي. الرد الجميل كان بهذه الطريقة، هذا تتبقى دولة عربية ونأسف لهذا القرار ديالهم وتقول لهم سيندمون يوما. داروا غلط، حنا في الصحراء ديالنا كيف حرفنا منها، وهذا الاستقبال وهذا الشيء كله غادي يخلق قيمة مشاكل بيننا وبينهم، وهما الخاسرين ماشي حنا اللي غنخسروا. هنا سيدنا خطاب وشاف لهم الميطاس والاسبان راك عرفتي اعترفت بالحكم الذاتي، دابا تطلعت الكره ولات مليوحه عند فرنسا. فرنسا هي اللي كدير هذه البلبله بوحدها مع الجزائر، وزيد عليهم التوانسه حتى هما شنو شكون يدافعهم، راه ما غيوصلوا حتى لشي حاجه، غيوصلوا انه يهزوا معنا اللعيبه. اما المشكل راه محلول القوى عوض، ومعترفه بالمغربيه في الصحراء، ومعترفه بالحكم الذاتي، هادشي كله يتضيع على الوقت وصافي، وتيخلق لنا مشكلة في المغرب العربي كامل. شفت هادو كيف جرو هنا وهادو كيف جرو هنا وصافي.